جماعة مثل ما قلتلكم جايلكم على راس والعين، بس نحن بالوقت الحاضر ما راح نجوز اختنا. شنو ما له خاطر بالجواز؟ بس الحكي مع المعلم جابر. جابر ما له علاقة بالقصة. بس يا ابو جابر اختار قد ايه اكبر من هيك؟ ان شاء الله لا تاخذونا يا جماعة. يلا خلينا نمشي. وحيد الله وحيد الله. أول بالك عقيل. مشي الحال مختار، خذ لنا طريق. يلا يلا تفضلوا. حريم جوا. مين هالحريم باخر الليل؟ ام ادهم. شو؟ ايه والله يا اخي، اجت وقلبت دراك. شو هالحكي ها؟ شو بدها مني وشو جابها باخر الليل؟ دخيلك يا اخي مالي غيرك. خير شو في؟ اخواتي راح يذبحوا بعضهم بالبهكه وانا مالي غيرك بعد الله تروح تلحقهم قبل ما يصير شيء. مين من اخواتك؟ جابر وجواد. شو؟ جابر وجواد؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم وقفوا. لا قلت لك أم وقف، بدي أخذ حق أبو قاعود منك يا خاين. جواد أنا بعمري ما كنت خاين ولا حخون. والشي اللي سويته مع مرت أخوه شو بتسميه؟ مرت أخوك كذابة. جواد كف بلاك عني، أنا ما بسخى فيك. ما بتسخى فيني؟ أنا يا قاتل يا مقتول. ولك بمك بدي يشربوا أنا اللي بيقلي بحربة أبو قاعود لسه بحخلق، وانا اذا ما خسرت العار مات يشرفني. جواد جواد اخوك بريء. وانت شو عرفك بالقصة؟ وشلون دريت انه بريء؟ ببلش بريدك بعدين بثبت لك شلون دريت بالقصة. كرمال الله عقيد لا تتدخل، نحن اخوة ببعض. لا تعدني الا واحد منكم. اذا كان جاي مشان جوازتك من اختي عفاف اطمن مالك نصيب عنا، وهذا الموضوع بنحكي فيه بعدين. لا سيدي هلا بدنا نحكي. يا عيب الشوم عليك، انت ترفع ايدك علي؟ ترفع ايدك علي وبدك تذبحني يا جواد؟ انت وطيت راسنا، العمله اللي عملتها الجبال ما بتتحملها. يا ريتك ذبحتني قبل ما عملت العمله، يا ريتك ذبحتني. لما كان الجماعه عندي لا معناتها بتكون راحت لعنده. ليش هي بتعرف وين هو لحتى تروح لعنده؟ معناتها بكون راحت على البايكة. عفاف بحياتها ما راحت على البايكة ولا بتعرف وين بتصير. شي لوين بدها تكون راحت؟ الله أعلم. أبصر شو قال لعقلها لما عرفت إنك ما وافقت تجوزها لشاهير. شو قصدك؟ والله ما بعرف، الله ما بيني وبينه ما بدي حتى بزمتي. أنا في وراي حريم وقاعود بلا لف ودوران. احكي شو قصدك؟ شو قصدي يعني؟ مبيني أشكرة إذا ما بتعرف جابر وين ولا بتعرف تروح على البايكة وحسيت إنك ما وافقت تتجوزها لشاهر. وين بدها تكون راحت يعني؟ افهمها لحالك تقبرني. شو؟ يعني قصدك بتكون راحت لعند شاهر على البيت؟ يا باطل يا باطل. ممكن أجي أخوكي أمي افتحي لي. يلا يطلع على قبري. إذا عنا حريم البيت ما بيفوت لحتى نفتح له.
الله يحرسه ويحمي. آمين. مين؟ أنا أخوها لمدام، يا ترى هي عنكم؟ إيه عنا أخي. زكاتك بعتيني وراها، قلي لها أخوك جابر بدي أشوفه. إيه ماشي يلا رح إلا. يا مدهم. مين يا فهمية؟ أخوها لمدهم بده إياها. إيه على أمتي أخي. مين أخي ولك فهمية؟ أخوك جابر. الحمد لله يا ربي، إذا جابر بسيطة. أخي أبو دياب. إيه أخوك أبو دياب جاي وجايب معي عزرائيل حتى يخلص عليكي ويريحني منك. ولك شو عم تساوي هون وليه؟ شو عم تساوي هون؟ جيت شوف العقيد وروحي لحق إخواتك قبل ما يذبحوا حالهم بالبايكة. أنا نايف فاضي. يلا اطلعي معي يلا. مالي طالعة من هون، مالي طالعة لحتى يجوا اطمن عليهم انهم بخير والسلامة. الله يوفقك يا اخي. لك اطلعي معي احسن لك، ها احسن ما افوت واسحبك من شعرك. ياه بدك تفوت على بيت العقيد بغيابه وتسحبه من شعره؟ لك انت عارفان مع مين عم تحكي ومع مين علقان؟ لك ماني سائل لا عنكم ولا عن العقيد تبعكم، فهمانين؟ بصيرك يا اخي فات على بيتنا وما في غير الحريم. اخبطي ومين انت ولالك تفوت على بيت العقيد؟ انا العقيد ابو دياب. شو بهوي والله تكون السلطان عبد الحميد ذات نفسه يرجعك على بيتك محمد يا واطي. فريد ولا افرعت لك هذا الوطي عم يتهجم على بيت العقيد وما في جوا غير الحريم. يا باطل رفعت على روحك. فين؟ روح عليك والله بعد بحرك. شو فيك؟ جال ورا 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 شو هذا؟ شو فيك؟ ما في شيء ما في شيء. امشي معي على البلاط امشي يلا بسيطة. الكل يوم يا اهل حارة عياش. لكو كمان انا حاجة فيك خاطي. روح ابو دياب روح روح امشي روح روح. شوفي شو القصة؟ العريس تقبرين؟ انا عريس. عريس عفان شاهي؟ لا ايو شو شاهي؟ ابو نجيب. ابو نجيب والله الزلمة باين تقبن حلال ورايد العفاف. مع اهل حارة عياش. بعدين شو بدي اقول له بطاريات الحالة؟ شو بدي اقول له؟ الا انك تبريت منه. واذا بطاريات الحالة وقفوا مع اخواتي ما بتصير قيمتي بين رجلين؟ لا تقبرني ما بيوقفوا. انت لمح لهم انه اختك عابد وجابر وجمال انطوا رأيين وعم يستروا على اختهم وساعتها شوف شو رح يساووا بطاريات الحارة. اختي ما عابد وسبق وقلت لك هالسيرة لا تفتحيها. ايه ما عابد مثل ما بدك. يبعت له قطع لسان ما بيقدر يقول للأعور إلا أعور بعينه. ايه صحيح قضت ليلي برات البيت بس كانت مع الحريم. على كل حال بكره بيجي أبو نجيب وبجوزه إياها وبخلص من هالقصة. وشاهد أشهر ايه إذا بتجوزها لأبو نجيب وما بتذبحها بتكون فضلت على راسها. بتعرف جيران أهلي يلي هبط عليهم بيتهم سد التلج والمطار؟ ايه شو بهو؟ هدول كان عندهم بنت مثل القمر غابت عن البيت قدر شي ساعة ولما رجعت بتعرف شو ساووا فيها؟ شو ساووا فيها؟ ما خلوها تبات للصبح دبحوها دغري. منو هاي؟ رئيفة. رئيفة بنت جيران أهلك. شو ما تذكرتيها؟ تذكرت. على هديك الليلة الله يرحمها. بس شو ذكرك فيها هلأ؟